السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم باستكشاف جزيرة بركانية وسط البحر في جي تي اي سان أندريس، فهيا لننطلق. حسنا دعونا نركب أولا هذا القارب، بعد ذلك سوف أريكم مكان وجود تلك الجزيرة البركانية. حسنا كما ترون معي رفاق، هذه إنها واضحة تماما في الخريطة جي تي اي سان أندريس، ترونها لقد ظهرت معنا هذه الجزيرة البركانية حديثا، سوف نذهب ونقوم باستكشافها في الحال. لهذا يا رفاق أتمنى منكم أن تضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. وهذه هي الجزيرة يا رفاق، انظروا معي. لكن علينا التخلص أولا من هذه العصابات التي تحاول الاستيلاء على هذه الجزيرة. حسنا كما ترون معي هنا عصابة الفاغوس وعصابة البرس كذلك موجودة هنا، شوفوا معي انظروا معي. حسنا دعونا نقوم بقتلهم، ممتاز. عصابة البرس سوف نقوم بقتلهم ايضا، جميل جميل. هذا لا اعرف لماذا لا يتحرك، لا مشكلة سوف اقوم بالقضاء عليه ولا يهمني امره اطلاقا. حسنا ارى واحدا هناك، لا بل اثنان. انتبه 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 يا سيدي، انتبه يا سيدي لا تموت، ارجاء لا تموت، لا نريد الموت اليوم، لا نريد الموت اليوم قبل أن نستكشف الجزيرة. حسنا سأقتل هذا. أي 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 أسرع أسرع. أوكي 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 أوكي. حسنا قتلته، جميل. واحد هناك، واحد يوجد هناك. هذا من أي عصابة يا ترى؟ نسيت الصراحة اسم هذه العصابة التي ينتمي إليها هذا الرجل، نسيت اسمها تماما. اوكي لا يهم، قتلته، تخلصت من دعوني اخذ هذا السلاح، لا اعتقد. حسنا يا سلام قتلته بسهولة، جميل جدا. ساقتل عصابة الفاغوس من جديد، انه نيتهون. حسنا اي موت موت موت، يوجد واحد في الاعلى بالقرب منه. حسنا كتبوا لي بعض الرفاق بأن هذه الطريقة أفضل للتسديد للبعد في جي تي اي سان أندريس، تجلس للأرض ثم تقوم بالتسديد فتستطيع قتل الأعداء بكل سهولة. فحسنا من اليوم وصاعدا هذه الطريقة التي سأستخدمها للأشخاص البعيدين عني، مثل هذا الرجل من عصابة الباص. لديه الإنفار حبيبي حبيبي، شكرا للإنفار. حسنا أيوة قتلته، جميل. اعتقد ان قتلناهم جميعا، لا اعرف. المهم يوجد واحد هناك لم اره. اي 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 اي. حسنا قتلته، ممتاز، قمنا بقتلهم جميعا، يا سلام عليك. حسنا الان دعونا نقوم باستكشاف هذه الجزيرة يا جماعة، والله كيف تبدو يعني داخلها. شوفوا معي توجد هنا بحيرة صغيرة، بركة صغيرة، بركة. يا سلام دعونا نغطس نغطس للأسفل ونستكشف معا ماذا يوجد داخلها، هل يوجد كنز مخبأ هنا أو شيء كهذا، من يدري. لا أعتقد أننا سنجد أي كنز أو أي شيء هنا، لكن الصراحة أتمنى هذا. أوكي لا يوجد شيء هنا، دعونا نرى ما هذه الأشياء المشتعلة المشتعلة. شوفوا معي إنها جماجم يا رفاق، جماجم مشتعلة. شوفوا شوفوا دمي 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 يكاد ينفد. اوكي ممتاز عبيت دمي. حسنا شوفوا هذه، اعتقد ان هذه الجماجم المشتعلة يضيئون بها اثناء الليل، لا اعرف الصراحة كيف يبدو المنظر هنا باثناء الليل، لانني لم ازر هذه الجزيرة اثناء الليل اطلاقا، لأنني للتو اكتشفت هذه الجزيرة وأنا الآن أستكشفها معكم. حسنا كما ترون هذه هي التلال أو القمم في هذه الجزيرة. حسنا دعونا نذهب إلى التلة الأخرى، يقولون بأنها جزيرة بركانية لكن حتى الآن لم أعثر على بركان أو أي شيء، لا أعرف الصراحة أين يوجد هذا البركان، يمكن أن يكون خلف هذا الجبل من يدري، لأنه كما لاحظت هنا أن هذا الجبل
هو أكبر أكبر من هذه الجبال الأخرى. حسنا أيوة دعونا نتقدم قليلا نتقدم قليلا قليلا قليلا. أوه كما توقعت، شوفوا معي يا سلام، ليست عندي كاميرا، لحظة هكذا حصلت على الكاميرا، حصلت على الكاميرا يا شباب. حسنا شوفوا معي، هذا هو البركان، شوفوا يا يا رفاق، شوفوا هذه الفوهة، يا سلام، هذه هي فوهة البركان كما ترون معي. وانظروا إلى الحمم، آه لو يحدث انفجار هنا فسوف نموت، ستكون هذه نهايتنا يا رفاق، سينقرض البشر في جي تي اي سان اندريس، في مدينة جي تي اي سان اندريس. هل يمكننا الاقتراب؟ دعونا ننزل قليلا لكي نقترب قليلا. لا 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 لا، انا احترق احترق، كيف هذا؟ انا احترق، اصعد 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 اصعد. اعتقد ان هذا ناتج عن الحرارة، حرارة البركان يا رفاق، لا نستطيع الاقتراب اكثر، اذا اقتربتم اكثر فسوف تحترقون يا رفاق. واو هذا جميل جدا، لا احد يستطيع الاقتراب من هذه من هذا البركان يا رفاق، شوفوا معي، يا سلام عليك، يا سلام يا سلام. ماذا اذا استخدمنا النوكليب يا جماعة؟ هل نستطيع النجاة يعني من النار؟ لا 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 نستطيع لا نستطيع لا نستطيع لا نستطيع. فهمنا 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 فهمنا. اوه يا سلام عليك، يا سلام، كدت ان اموت، كدت ان اموت وانتهي، يا سلام. هذه هي جزيرة البركان يا رفاق كما ترون معي، وانظروا الى هذا المنظر الجميل، يا سلام، المطل على هذه المدينة، شوفوا معي يا سلام. والله الصراحة هذه الجزيرة جميلة جدا، ويمكن لأي شخص العيش فيها إذا كان طبعا لديه قارب. كما ترون يوجد هنا ثلاث قوارب، هذا طبعا القارب الذي أتينا به، وهذا يعود إلى العصابة البالاس والعصابة الأخرى، فيمكننا الاحتفاظ بهذه القوارب وبناء منزل وسط هذه البركة الصغيرة كما ترون معي، التعديل عليها قليلا، وسيصبح الأمر ممتع جدا، ونستطيع العيش هنا إلى الأبد يا سلام. كما أيضا إذا أردتم يمكنكم تربية الحيوانات في هذه المنطقة كما ترون معي، يمكنكم هنا إنشاء مزرعة صغيرة للحيوانات والاحتفاظ بها وتربيتها كما ترون. الصراحة هذه الجزيرة تصلح للعيش، لكن يا رفاق المشكلة الوحيدة والخطر الأكبر، وهو إذا طار البركان في يوم من الأيام فسيكون من الخطير 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 سيكون من الخطير جدا أن تبقى في هذه الجزيرة، لأنه قد تموت، فكونوا حذرين جدا. أوه حسنا دعوني أقفز إلى الماء، لا مت مثلا، ووصلت الى الجزيرة، شوفوا معي هذه القفزة من السماء، يا سلام عليك، قفزة جميلة جدا. انظروا الى البركان كيف يبدو، الصراحة منظر الجزيرة من الاعلى يبدو مميز جدا، يا سلام عليك. يا نقترب بلفة الى البركان، انظروا معي يا رفاق، حسنا دعونا نعود قبل أن نموت، قبل أن نسقط في الأسفل داخل ذلك البركان. ما رأيكم يا رفاق؟ سيجا يستطيع يعني العودة إلى الحياة، ما رأيكم إذا قفزنا إلى داخل البركان ماذا سيحدث؟ دعونا نرى، طبعا سوف نموت، طبعا سوف نموت، لكن ما أريد استكشافه هو أسفل هذه الجزيرة، ماذا يوجد أسفل هذه الجزيرة؟ حسنا دعوني أنزل للأسفل، أوكي أغطس للأسفل، ممتاز. أوه شوفوا هذه السمكة، يا سلام عليك، شوفوا البحر، شوفوا منظر البحر من هنا، يا سلام عليك، جميل جدا. أوه لا يوجد أي شيء يا رفاق كما ترون معي، انظروا. كنت الصراحة أتوقع أن أجد هنا سفن قديمة غارقة للقراصنة أو شيء كهذا بالقرب من هذه الجزيرة، لكن كما ترون لا يوجد أي شيء هنا. أوكي دعونا نصعد للأعلى،
حسنا يا رفاق، كما ترون هذه هي حلقتنا لليوم، فأتمنى أن تنال على إعجابكم، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات كي تمتني بكم كلما نزلت مقطع جديد. كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.